بوابة البحرين لايف مع خالد محمد. جوائز ومسابقات تنتظركم. مستعدين؟ يلا احنا على الهواء. يا هلا فيكم متابعينا اللي قاعد بس في البيت، يرفع يده علشان نشوف ايش قد موجودين وايش قد قاعدين في البيت. النور نوركم، يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. اللي قاعد في البيت بس يرفع لي يده علشان نشوف ايش قد قاعدين في البيت. متابعينا سألناكم من ساعة في البوست وين أول دولة بتروحونها عقب ما يخلص الكورونا، وكانت أغلب إجاباتكم إن بتروحون يا مكة يا بتروحون، أغلب الإجابات كانت مكة وعمان، واللي قالوا الصين يعني يبي لكم إعادة نظر، بس كل الأماكن مفتوحة لكم. أعزائي المتابعين، نعرف أن نهاية شهر رمضان يتميز بالهلال، ووايد مصورين يهتمون بتوثيق جمالية الشمس والقمر في مختلف أشكالهم. اليوم ويانا إن شاء الله بيكون مصور بحريني متميز في تصوير الفلك، ويانا المصور البحريني فتحي معيوف بعد شوي إذا جاهز المكالمة إن شاء الله بنأخذه ويانا. ما شاء الله لقطاته في الانستغرام وايد حلوه، لدرجه انه يصور تفاصيل التفاصيل التفاصيل اللي داخل القمر، يعني ما يبقى كسوف ما يبقى خسوف الا هو مصوره. مسا عليك بالخير اخوي فتحي. مساء النور استاذ العزيز، يعطيك العافيه. مبارك عليكم شهر رمضان جميعا، والله يعودكم بخير وصحه وعافيه. علينا وعليك يا غالي. اول شيء بس خلينا نشوف ويا المتابعين مقاربه مميزه للقمر ولقطات متنوعة من حسابك. عزيزي فتحي يعطيك ألف عافية والله على لقطات وايد، وأنا أحب لقطاتك اللي تنشرها. من ذوقك أخي العزيز، الله يحفظك إن شاء الله. بس سؤالي، إن كل مصور يقدر يصور هالصور حق الشمس والقمر ولا؟ بالتأكيد أخي العزيز، كل مصور قادر على تصوير مثل هذه الصور، بل وأفضل وأحلى من هذه الصور. ما شاء الله. ايه بس مثلا تصوير بس طبعا تصوير الشمس والقمر بالذات يحتاج الى معدات خلينا نقول متوسطه، يعني مو نقول انها هي جدا عاليه، انما متوسطه. ممكن ان الشخص يبتدي يصور الشمس والقمر مو شرط انه يكون معه تلسكوب كبير الحجم او كاميرات احترافيه ذات مواصفات عاليه، انما معدات متوسطة ممكن يخرج الإنسان بنتائج جدا ممتازة. أخوي فتحي، شنو اللي تبي توصله من تصويرك حق الشمس والقمر والكسوف والخسوف؟ يعني هل أنت اكتشفت شيء وصلت له من خلال التصوير والصور الحلوة اللي صورتها؟ أخي العزيز، الإنسان بطبيعته يحب الجمال والإبداع والإتقان، ولا يوجد ما هو أجمل من خلق الله سبحانه وتعالى وإبداعه وإتقانه في هذا الكون. الآيات السماوية بالذات الشمس والقمر النجوم وحركة السماء اجتذبت أنظار البشرية منذ القدم. لعل علم الفلك يعتبر من أقدم العلوم التي مارسها الإنسان. فخورين فيك والله أخي فتحي الصراحة. التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى في الكون في الأجرام السماوية يعطي الكثير من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، بعظمته بقدرته بحجم الإنسان أمام هذا الكون المتسع. أنت تتكلم عن كون فسيح جدا، كل يوم يطالعنا العلم
بأرقام جديدة بأن الكون هو أوسع مما كنا نتصور. صح أخوي فتحي، شنو أهم صفة لازم يتميز فيها المصور الفوتوغرافي خصوصا اللي يصور الفلك والشمس والقمر والنجوم؟ المصور بشكل عام أخي الكريم، وعلى الخصوص المصور الفلكي للأجرام السماوية، من أهم المسائل يحتاج هي مسألة الصبر، يحتاج إلى صبر على التصوير وعلى الممارسة، يحتاج إلى مداومة على التصوير، يحتاج إلى منهجية، فالمصور إلى النتائج المرجوة من أول مرة، لكن يحتاج إلى أن يجرب ويحاول، يحتاج إلى أن يقيم تجربته، يتعرف على الإيجابيات والسلبيات في كل محاولة، يدون الأمور الصحيحة التي قام بها والأمور التي لم تجري على الشكل الصحيح، يعمل على حل المشاكل، وهكذا. تحتاج إلى عملية صبر ومثابرة ومداومة، يحتاج إلى اطلاع دائم ومواكبة، يحتاج إلى القراءة، يحتاج إلى أن يتواصل أحياناً ويطلع على تجارب الآخرين ليكتسب أو يستفيد من خبراتهم وتجاربهم. يعطيك العافية أستاذ فتحي، وإن شاء الله نخلي حق المتابعين حسابك عشان يتابعونك. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم جميعاً ومبارك عليكم. علينا وعليك الغالي، قواك الله. شكراً جزيلاً. شكراً، في أمان الله. متابعينا، أستاذ فتحي واحد يعني من المصورين اللي نفتخر فيهم صراحة في مملكة البحرين، واللي يوثقون كل لحظة للشمس والقمر من كسوف وخسوف، وحتى جماليات مملكة البحرين واندماج القمر والشمس مع مباني مملكة البحرين. أعزائي المتابعين، حان وقت المسابقات، وفطول ما تجهز المسابقات شوف تعليقاتكم في اللايف وتفاعلكم ويانا. حيا الله الجميع، حيا الله جميع المتواجدين ويانا. طبعا إن شاء الله بناخذ وياكم اليوم 5 مكالمات وبنشوف من يفوز ويانا، وخلكم دائما قريبين من التلفون لان اي اتصل فيكم علشان تشاركون ويانا ان شاء الله في اللايف، وفولكم الفوز بواحده من الجوائز اللي موجوده في الظروف اللي عندنا وتبين لكم قدام الشاشه. والفايز ويانا ان شاء الله نهايه البث بنتصل فيه علشان يختار جائزته. نقول الو، مرحبا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معنا؟ معك احمد. يا مرحبا فيك اخوي احمد، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك الشهر. شنو فطوركم اليوم؟ الو، يا هلا فيك اخوي احمد، شنو فطوركم اليوم؟ والله خيرات الله. يلا الحمد لله. اخوي احمد يقول السؤال: جسره ولد فيها الشيخ عيسى بن سلمان الله يرحمه، ويتميز بتصميم بالطريقه التقليديه الريفيه البسيطه. السؤال يقول: متى بني بيت الجسره؟ 1909، 1908، 1907. يلا الوقت يمشي. 1900